ميراجي امام ميراجي ميرا مملوكينا it easy to go back to an ex according to you अरे मैडम जी जरा रुकिए मैडम जी सुहाना जी मैम रुकिए रुकिए मैम आपका गाड़ी गाड़ी यहाँ पर انبأ من قلب الحدث وأخبار حصرية عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. Hello, this is Jennifer Winget. Subscribe now. Subscribe now. Now, now. لقد عادت الممثلة التلفزيونية جينيفر وينجيت بقوة إلى الشاشة من خلال مسلسلها الجديد إلى جانب كاران فاهي وريم شيخ في دور بطولي قوي. وبهذه المناسبة تم استضافة الممثلة جينيفر وينجيت في مقابلة حصرية مع الإعلامي سيدهارت كانانا، فقد استغل سيدهارت الفرصة لسؤال جينيفر عن طليقها السابق كاران سينغ غروفر وخططها الغرامية المقبلة. إذ جاء في سؤاله ما يلي: ما هي القواعد الصارمة التي لا تناسبك في العلاقة؟ فأجابت جينيفر قائلة: لقد تغيرت الآن، أنا أتقدم في السن قليلا وأبحث عن التوافق، أبحث عن الرفقة، يجب أن أحصل على كلب فقط لا كلب آخر. ليواصل المذيع قائلا: هل من السهل العودة إلى طريقك السابق؟ فأجابت جينيفر بحياد قائلة: أشعر أنه إذا كانت هناك صداقة تكون منفتحة وصادقة بما يكفي لتقول حسنا لقد جربنا الأمر ولكنه لم ينجح وليست هناك عداوة كأصدقاء ولن تتأثر صداقتك، لكن إذا كان الأمر يزعجك أو يزعج الشخص الآخر بأي شكل من الأشكال فمن الأفضل قطع هذا الأمر، وهذا ما مررت به أيضا. إذ أثارت تصريحات جينيفر الجريئة الجدل بين صفوف معجبيها، وأعرب جمهور جينيفر عن دعمهم لها وتأييدهم لتصريحاتها الصادقة والعفوية. نور فتحي رمز الجرأة والخلاعة، عنوان تصدر اليوم بقوة الصفحات الكبرى لمواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع حصري لنور فتحي في حدث ترويج فيلمها الجديد مادغاون إكسبريس. إذ أثار اللباس القصير لنور فتحي ضجة كبيرة بين صفوف المعجبين، إذ وضعت نور فتحي في موقف لا يحسد عليها لحظة جلوسها أمام الصحافة والمصورين في محاولة منها تغطية ما يظهر من جسدها، إذ انهالت عليها كمية غير معقولة من التعليقات السيئة واللاذعة، قذفوها بأبشع الأوصاف والكلمات، كما تلقت هجوما قويا بعد رقصها في القطار وسط الركاب كحيلة ترويجية لفيلمها القادم. إذ أصبحت نور مؤخرا تحاسب على أي صغيرة وكبيرة، وغالبا ما تتصدر الترند بسبب جرأتها الزائدة وإطلالتها التي اعتبرها العديدون مخلة بالحياء. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. لقد أصبحت الصحافة الهندية على استعداد كامل لالتقاط جميع اللحظات الخاصة لنجوم بوليوود وعائلتهم بما فيهم المقاطع واللحظات العفوية والغير المخطط لها لمشاهير الهند. إذ أصبحت ميرا راجبوت زوجة نجم بوليوود شاهد كابور محط هجوم وانتقاد بعد أن شهدت البارحة في موقف محرج مع الأطفال المتسولين. إذ بمجرد خروج ميرا راجبوت من سيارتها اصطدمت بمجموعة من الأطفال يطلبون مساعدتها لتقابلهم بتجاهل ورفض مطلق، ولكن ما أثار غضب الجمهور الهندي هو لحظة إمساك أحد حراس ميرا بالطفل ورميه خارج المبنى.
اتلقت ميرا راجبوت هجوما غير مسبوق من طرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اذ علق احدهم قائلا: اغنياء لكنهم فقراء اخلاقيا. كما اضاف اخر قائلا: المال غير مهم ولكن الاهم هي الابتسامة في وجههم. في حين قام البعض بالاعراب عن غضبهم لظاهرة التسول التي اصبحت سائدة في الهند بشكل كبير، اذ علق احدهم قائلا: يظهر جميع استيائهم تجاه السيدة، ولكن يجب أن نفهم أنه لا ينبغي لنا تشجيع أو دعم الأطفال الذين يتسولون بهذه الطريقة، إنها في الواقع عملية احتيال كبيرة وتنظيم مخطط لها. ميراجي مام ميراجي ميراما مروكينا ميراما ميرا ميراجي ايه ايه لڑکے सुहाना जी रुकिए 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 जरा इधर है गाड़ी इधर है अरे मैडम जी जरा रुकिए मैडम जी सुहाना जी इधर है आपका गाड़ी अरे मैडम इधर है इधर इधर आपका सुहाना 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 पीछे सुहाना मैम रुकिए ना एक बार पीछे पीछे सुहाना 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 पीछे Excuse me, ma'am. Ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am.